بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نحاول أن نسترجع ما أخذناه في المحاضرة السابقة. من يذكرنا؟ تفضل. المقاصد التربية النوعية. كلام جميل. عندك مثلا التربية النوعية تسعى إلى تكوين الشخصية الإيجابية الفاعلة. نعم. واثنين بناء الأسرة المنتجة. جميل. أسرة صالحة وخدمة للمجتمع. جميل. العنصر الثالث اللي هو بناء المجتمع نفسه كمجتمع متميز. جميل جدا. وتحدثنا عن الأسباب والدواعي للاهتمام بالتربية النوعية. من يلخصها؟ دواعي الحاجة للتربية النوعية. نعم. أولاً هي ضعف الأمة وتراجعها، والانفجار والتطور التكنولوجي والمعرفي، ثم ثالثاً حاجة التغيير الحضاري للتربية النوعية. وسنتحدث إن شاء الله في لقاء اليوم حول منهج الإسلام في تحقيق التربية النوعية. والسؤال هنا يعني الذي نطرحه، هل مجرد الحديث عن التربية النوعية والتعبير عن الطموح لتحقيقها بطريق بأسلوب نظري هل هذا يكفي؟ نعم. إذن لابد من من الانطلاق من محور مغادرة محور التنظير إلى محور الممارسة العملية والتطبيق. ولهذا يتجسد منهج الإسلام في تحقيق التربية النوعية في أكثر من وسيلة. الوسيلة الأولى دعوة المسلمين إلى التميز. طبعا الإنسان المسلم يفترض أن يسعى دائما إلى التميز. لماذا؟ لأنه يحقق بهذا التميز أهدافه في الحياة، ولأنه ينتمي إلى هذه الأمة. ماذا قال الله عز وجل في هذه الأمة؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس. إذن هذه الأمة هي أمة رسالة وخير أمة أخرجت للناس، ولذلك لا بد من أن تتميز هذه الأمة وتحافظ على مقومات التميز في واقعها الحضاري. وبالتالي هنا ينصب جهد التربية إلى بناء شخصية إيجابية فاعلة، وإلى بناء المربي القادر على بناء هذه الشخصية المنشودة. أما الوسيلة الثانية فهي التأكيد على مبدأ الانتقائية في الأمور كلها. الرسول صلى الله عليه وسلم ربى أصحابه على مبدأ التماس النوعية وانتقاء ما هو أفضل، ودل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى كريم، يحب الكرم، جواد، يحب الجود، يحب معالي الأمور ويكره سفاسفها. معنى هذا الحديث أن المسلم لا بد أن يسعى دائما إلى الأمور معالي الأمور، ولا يعني يجعل سقفا ضيقا لطموحه. لابد أن يكون لديه طموح كبير. على قدر العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم. وحذر القرآن الكريم من استبدال الأدنى الأقل بالشيء الخير والأعلى. قال تعالى: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ وهذا سلوك عجيب يسلكه كثير من الناس. الأصل الإنسان ألا يستبدل الأدنى بشيء أفضل منه، لابد دائما أن يسعى إلى ما هو أفضل في كل مجالات الحياة. إذا أراد أن يتعلم فليتعلم العلم النافع، إذا أراد أن يخطب للزواج فعليه أن يظفر بذات الدين، إذا أراد إذا أراد أن يصلي في المسجد فليحافظ دائما على صلاة الجماعة لأنها أفضل من صلاة الفرد ب27. إذن في كل مجالات الحياة مبدأ الانتقاء وارد، ومن باب أولى أيضا أن يكون هذا الانتقاء في مجال التربية. وعلى سبيل المثال حينما
يحصل الطالب على الشهادة الثانوية يستغرق وقتا في اختيار التخصص الأفضل. إذن هذا شيء فطري، هذا شيء فطري أن الإنسان دائما يسعى إلى ما هو أفضل. الوسيلة الثالثة توجيه المسلم إلى التماس العلم النافع. تفضل. كما تقول من قبل هنا قلنا نتخيل اختيار أفضل الأشياء وأجودها في كل الأمور بما في ذلك أشمل التربية التي تربينا عليها. كيف نجد هذا في المنهج الحديث أو المتطور في واقعنا المعاصر؟ يعني إذا هذا سؤال جميل جدا. هذا الأمر يرجع إذا يعني أردنا الحديث عن مؤسسات التعليم يرجع إلى نمط المؤسسة وفلسفة المؤسسة والمقاصد الأساسية لبنائها، وأقوى عامل في ذلك نمط الإدارة. هل هي بالفعل إدارة طموحة تسعى إلى تقديم أو اختيار الشيء النافع؟ إذا غابت الفلسفة عن التعليم فهذه مشكلة كبيرة جدا. إذن التعليم الذي ينطلق من فلسفة واضحة يختار أفضل الموجود ويدعم هذا وجود إدارة مستقيمة وإدارة متنورة تحرص على النفع، وهذا مبدأ إسلامي عظيم. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتلمس الشيء النافع ويدعو إليه، يتلمس الشيء النافع كما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. وقد قال مخاطبا أحد أصحابه رضوان الله عليهم: احرص على ما ينفعك. وهذه ما ينفعك شاملة في كل مجالات الحياة، يعني بمعنى تحرص على أسلوب المذاكرة الأفضل، تلتحق بالتخصص الذي تراه أكثر مناسبة بالنسبة لقدراتك وطموحك، تنتقي من الأقوال والأفعال ما هو أفضل وما هو أنفع. نعم بلا شك هو مبدأ النوعية، ولذا هو مداره هذا المساق حول التربية النوعية. واستعاذ الرسول صلى الله عليه وسلم بالعلم الذي لا ينفع: اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع وعلم لا ينفع. وأشار الشافعي إلى أهمية أو معيار العلم النافع، معيار العلم الذي يعتد به، وهو ما نفع وليس ما حفظ. ليس العلم ما حفظ، العلم ما نفع. يعني كثير من الطلاب يجتهدون في حفظ المعلومة ثم يفرغون المعلومة من خلال أوراق الإجابة، لكنهم لا ينتفعون بهذا العلم. وبالمناسبة من لم يستفد بعلمه ومن لم يعمل بعلمه هل ينفعه هذا العلم؟ لا قيمة له، إذن يصبح حجة عليه. وهنا نستحضر قول ابن سحنون لما قال: من لم يعمل بعلمه لم ينفعه العلم بل يضره، وإنما العلم نور يضعه الله تعالى في القلوب، فإذا عمل به نور الله قلبه، وإن لم يعمل به وأحب الدنيا أعمى حب الدنيا قلبه ولم ينوره العلم. النقطة الرابعة. تفضل. الفلسفة البرهماتية. نعم. تعريفها للهامش. الفلسفة الأحسن. الفلسفة البرهماتية. براغماتيك فلسفي. هي الفلسفة النفعية. فنقول براغماتيك يعني نفعي. الإنسان براغماتي يعني نفعي. وهذه فلسفة لها ما حسنات ولها إيجابيات. محور هذه الفلسفة في مجالها في تطبيقها التربوي الحرص على الشيء النافع، وهذا شيء جميل. لكن المشكلة هنا في توصيف في القيم والمعايير التي يعتمدون عليها
في توصيف الشيء النافع. فقد يكون أحيانا الإنسان يدفع من جيبه نقودا أو يصاب بأذى ويعتبر هذا شيئا نافعا، حينما مثلا يجاهد في سبيل الله بالمال وبالنفس ويصاب ويكلم وإلى ما ذلك، فقد يعتبرون هذا يعني شيء أضر بالإنسان. فمعيار النفع والضرر عندهم قائم على الجانب المادي، يعني بمعنى يصبح قيمة الإنسان بالدرجة الأولى في الجانب المادي والجانب الإنتاجي، وهذه هي مشكلة. لكن مبدأ النفع في الإسلام عندنا يختلف تماما. فالشيء النافع ليس فقط هو الشيء الذي نرى أثره فقط على رفاهية الناس، لكن أيضا الشيء النافع أو العلم النافع لابد أن يكون خالصا لوجه الله. إذا مقاييس النفع وفق التربية الإسلامية تختلف عن مقاييسها وفق التربية غير الإسلامية. تفضل. بس مقول الدكتور ابراهيم فكري رحمه الله عليه، انت مثل القلب دايما ممكن ان تشكل منه قطعه فرديه رائعه، وان لم تشا تصبح قطعه مثليه بلا معنى فحاول ان تكون دونه. هل في هذا الكلام تجسيد فكره التماس الفرد بالعلم الذي ينفع ام لا؟ وما المشترك القاسم بين هذه المقوله والعمل؟ ما القاسم المشترك؟ طبيعي يعني هذا صحيح، يعني هو يعني في هذه المقوله تاكيد على التوازن بين العلم والعمل والتماس الشيء النافع، وأن يكون العلم أثر في حياتنا. لو أن الناس الذين تعلموا بهذه الكميات الضخمة والكبيرة والهائلة استقام سلوكهم في واقع الحياة لتغير واقع الأمة الإسلامية برمته. وهنا الكاتب يضع اليد على الجرح رحمه الله، يضع بالفعل أيدينا على الجرح. هذا الانفصام النكد بين النظرية والتطبيق، بين المعتقد والسلوك. الشباب هناك في الخلف حاولوا أن تتفاعلوا معنا. التأكيد على إتمام العمل وإكماله، وهذا من سمات الدين. الدين الإسلامي دين كامل، كما جاء في قوله تعالى اليوم على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وذكر المولى سبحانه وتعالى عن نبيه إبراهيم: وإبراهيم الذي وفى، أي وفى العمل. وكما أن المسلم مطلوب منه أن يتم صلاته، أليس كذلك؟ بلى، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن من تمام الصلاة إقامة الصف. إذن الصلاة لها شروط لابد أن نحفظها وأن نتقنها. وكذا في موضوع التعليم والتربية، لأن مفهوم العبادة عندنا مفهوم واسع، يعني إتمام الصوم وتلاوة القرآن الكريم على أفضل وجه في كل العبادات، وكذلك فيما يخص الأعمال حتى أعمال الدنيا لابد أن نتمها على أفضل وجه. وجاء على لسان نبي الله شعيب لما خاطب موسى عليه السلام: فإن أتممت من عشر يعني إذا فأتممت عشرا من عندك، يعني إذا إتمام العمل أيضا حتى في الأمور الدنيوية هذا مطلوب كما هو مطلوب في العبادة. وجاء في الحديث حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: أسوأ الناس سرقة الذي يسرق صلاته. قيل: وكيف يسرق صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها. وكذا في التربية والتعليم لا بد أن نتم العمل، أن نحسن المذاكرة، وأن نتم الشرح، وأن نتم كل ما هو مطلوب منا. كما ذكرت لا فرق بين الفرائض والعبادات وأيضا التعلم، لأنه كله في إطار العبادة. أفصح النبي صلى الله عليه وسلم عن طبيعة وحقيقة رسالته، يعني في بدايات التكليف لما قال صلى الله عليه وسلم: هو خير معلم ومربي، إنما بعثت لأتمم مكارم صالح الأخلاق، وفي رواية: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. إذن هذا يعني أن العمل التربوي حتى يكون متمما متكاملا
له مراحل، وهذا ما صوره لنا الرسول صلى الله عليه وسلم لما يعني ضرب لنفسه مثلا في قوله: مثلي في النبيين كمثل رجل بنى دارا فأحسنها وأكملها وأجملها وترك فيها موضع لبنة لم يضعها، فجعل الناس يطوفون بالبنيان ويتعجبون منه ويقولون: لو تم موضع هذه، أي لبنة. إذن البناء كله كامل وبقي إيه؟ جزء بسيط. هذا يعلمنا أيها الشباب أن نحرص دائما على إتمام الشيء على أفضل وجه، في المذاكرة، في الإجابة عن الأسئلة، في كل الأعمال أن نحرص على إيه؟ إتمامها. والتربية أصلا في حقيقتها وفي معناها كما ذكر البيضاوي، أحسنت، عرف البيضاوي أنها إتمام الشيء والوصول به إلى كماله شيئا فشيئا. من هذه الوسائل الحث على إتقان العمل، وإتقان العمل قيمة إسلامية إنسانية حضارية، ولا أبالغ حين أقول أن من أبرز أسباب التطور الحاصل اليوم في المجتمعات المتقدمة إتقان العمل. والسؤال هنا: من أولى بإتقان العمل، المسلم أو غير المسلم أم غير المسلم؟ لماذا؟ لماذا؟ أحسنت. كلام جميل. من عمل إن الله يحب من العمل إذا عمل أن يقدم، وفي رواية أن يحسن. ثم أيضا عند المسلم دافع قوي غير متواجد عند غير المسلم لإتقان العمل، ألا وهو أنه يسعى إلى نعم غير ذلك، هذه من أمور الدنيوية، يسعى إلى ابتغاء مرضة الله عز وجل، ويعتبر عمله دائرة من دوائر أساسية، ويعني أو يعتبر عمله واقعا في دائرة العبادة. نعم أحسنت، وقل اعملوا. إذن هو يفهم الخطاب القرآني، خطاب المولى سبحانه وتعالى لعباد المؤمنين، وقل اعملوا، وبالتالي هو يحرص على إتقان هذا العمل تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. والقرآن الكريم يربي الفرد المسلم على إتقان العمل، فتجده يعرض نماذج من الأشياء الجميلة والمحكمة. قال تعالى على سبيل المثال: ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. والإتقان أيها الإخوة له مرادفات، نعم يعني ومعناه الأساسي إحكام الشيء وإحسان تنفيذ الشيء، إخراج الشيء على أفضل وجه. أشار المولى سبحانه وتعالى إلى ذلك في خلقه: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. إذن الإنسان خلق في أحسن تقويم. إذا اعتمدنا تربية صحيحة ونوعية إذن سنحافظ على هذه الاستقامة، أليس كذلك؟ بلى بلى. لكن إذا اعتمدنا على تربية ضعيفة فإنا سنجعل هذا الشيء المستقيم معوجا، وسنحرف هذه الفطرة الإنسانية بدلا من أن تكون مستقيمة. وارتبط أيضا بالإتقان المهارة، فمن مؤشرات الدالة على الإتقان أداء الشيء بمهارة، وعبر عن هذا الرسول صلى الله عليه وسلم حينما تحدث عن قارئ القرآن، ماذا قال؟ الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، أي مع الملائكة، والذي يقرأه ويتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. وهذا تحفيز، هذا تحفيز وتشجيع لمن لا يصحون القراءة ولا يتقنونها أن يجتهدوا في قراءة القرآن حتى يتدربوا ويتقنوا هذه القراءة، ولهم أجرا. تفضل. إطار حديثي أنا عن
الإسلام على القناة عدم نعرف مجتمع الإسلام العربي عكس ذلك، يعني قلنا في إشكاليات ممكن ليش ما تواجهش المسلم الآن، فكيف يمكن أن نحدد أن نحدد تغيير في هذا السلوك لنعود للمسار الصحيح هو القناة العمل؟ إيش ممكن الوسائل المتاحة أمامنا؟ إتقان العمل أولا قبل شيء يحتاج إلى جانب فكري ثم إلى جانب عملي. الجانب الفكري يعني يتلخص في استحضار قيم هذه القيمة العالية، إتقان العمل، جمالية هذا العمل المتقن، أحسنت، تقوية الوازع الديني، إحياء الضمير. الجانب التطبيقي العملي أن هذا الإتقان يحتاج إلى ممارسة وتدريب، ويحتاج إلى يعني إلى توجيه والاستفادة من تجارب الآخرين والسعي إلى محاكاتها والاستفادة منها. كلام جميل. أيضا التخطيط الجيد يعد عنصرا مهما لإتقان العمل. الاقتداء بأهل الإتقان أيضا، يعني أهل الخبرة. على سبيل المثال، لو وجدت صاحبك زميلك متقنا في التعامل مع الحاسوب، فإن هذا يغريك على أن تكون إيه؟ أن تكون مثله. هذا شيء طبيعي وفطري أن الإنسان يقتدي بالنماذج الرائعة من حوله. نعم، لأن عنده دافعا قويا لتحقيق الذات. إحياء مبدأ استشعار المسؤولية تجاه الأعمال. الله سبحانه وتعالى لفت انتباهنا أنه سيسأل الناس عن أعمالهم، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولا تسألن عما كنتم تعملون. والسؤال الآن، الإنسان بين يدي ربه سيسأل عن أشياء، منها أحسنت، سيسأل عن عمره فيما أفناه وعن علمه ماذا عمل به، أحسنت، وعن ما أحسنت عن ماله من أين اكتسبه وفيما إيه أنفقه. إذا الإنسان مسؤول، وقفوهم إنهم إيه مسؤولون. وكل إنسان في موقع المسؤولية سيسأل. إن الله سائل كل راع عما استرعاه، حفظ أم ضيع ضيعته، كما جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه المسؤولية هي مسؤولية إيه؟ على درجات. يعني أنت كطالب مسؤول عن نفسك، الأستاذ في محاضرته مسؤول عن نفسه، الإدارة في المدرسة أو الجامعة مسؤولة أيضا عن تطوير ذاتها وعن الآخرين. إذن كل مسؤولية أين وقعت لها شقان، مسؤولية عن الذات وتطوير الذات وتحسين الأعمال، يعني أن نحسن أعمالنا، ثم المسؤولية عن أعمال الآخرين. ووجود هذه القيمة حينما يستشعر المسلم أن هناك مسؤولية كبيرة فيما يخص أعماله، ما الذي يترتب على ذلك؟ أحسنت، أن يتقن هذه الأعمال. ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. تفضل. يعني في نطاق تدريب في منهج الإسلام يوجد ربما الحس بمسؤولية على عبد الله لتحقيق تنمية وعمل، ما هي الأسباب التي من الممكن أن تجعل هذا الجانب بعيد عند أولئك المواطنين؟ أسباب حقيقية كثيرة حقيقة، يمكن لعل أبرزها أن يعني غياب الضمير أو موت الضمير. حينما يكون الضمير يقظا فإن الإنسان يستشعر رقابة الله على أعماله، هذه واحدة. ثانيا، قد يكون من الأسباب أنه دفع لهذا العمل وهو ليس مقتنعا به. بمعنى هناك فارق كبير بين معلم الوظيفة ومعلم الرسالة. معلم الوظيفة جاءت به الأقدار والظروف أن عين مدرسا أو معلما، هو ليس مقتنعا وليس محبا، لكن من يمارس التعليم أو التدريس عن قناعة ويؤمن بأنها
رسالة، وأن العلماء ورثة الأنبياء، وأنه يقوم بعمل عظيم جدا، فإن هذا يؤدي يعني إلى إتقان العمل والسعي إلى التطور. في أي سؤال آخر؟ هذا فيما يخص الحديث عن آليات أو منهج الإسلام وأساليبه في تحقيق التربية النوعية، ونلحظ أنها جاءت شاملة ومتكاملة. وفي اللقاء القادم إن شاء الله تعالى عليكم التحضير الجيد للموضوع التالي، وهو آليات ضمان التربية النوعية، وهو طبعا سنركز على الإجراءات العملية للحصول على تربية نوعية. اتفقنا إن شاء الله؟ سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.